يعني مساء الخير عليكم كلكم. مساء الخير كابتن حسين. كابتن حسين لبيب طبعا مدير بطوله المونديال النهارده بتقام على ارض مصر، وشرفنا للمره الثانيه على التليفون يا كابتن حسين. ويمكن انا اتشرف ان انا معاكم. لا انت دايماً اللي مشرفنا دايماً في البيت الكبير، ومعانا قامه كبيره طبعا استاذ ممدوح الششتاوي كمان بيقول شارف حضرتك، و ما شاء الله يعني واضح جدا التجانس، واضح جدا التفاهم لكل دوت لاجل مصر. واحنا عارفين احنا بنشتغل على المستوى الدولي دايما، سمعه مصر بتبقى مهمه جدا. فراي حضرتك طبعا اولا في الفوز الكبير او التعادل بطعم الفوز النهارده لمنتخبنا، وطبعا استاذ ممدوح الششتاوي كمان وجوده في طبعا يعتبر من اللجنه المنظمه، كمان نتكلم على دور الاستاذ ممدوح. يعني الاول هستأذن حضرتك، يعني هتكلم على ممدوح وبعدين اتكلم على الكوره. اتفضل. ممدوح بالنسبه لي اكتشاف خطير، يعني انا بالنسبه لي انا ما كنتش اعرفه خالص بجد. قبل البطوله اتعاملنا مع بعض انسان في منتهى الرقي، وفي نفس الوقت فيري بروفيشنال، يعني فاهم شغله كويس جدا جدا. البطوله دي فعلا يعني بدون ممدوح فعلا انا اؤكد ان ما كانش حد مننا هيقدر يعمل الحاجات اللي ممدوح عملها. يا بجد يعني اقصد انا ما اعرفوش والله خالص. قبل تنظيم البطوله حضرتك يا كابتن حسين ما تعرفش استاذ ممدوح؟ خالص. طب ليه بقى حضرتك يعني ده رايك فيه، او شفت فيه ايه حسيته دينامو في المنظومه دي؟ يعني انا حد كان قال لي ان في شخص اسمه ممدوح الششتاوي، انا بتكلم بجد، ولو سمحت اقعد معاه. قعدنا قعده لطيفه جدا في الاول. الحق يعني زي ما بيقولوا، يعني من اول قعده انا لقيت ان ممدوح هيبقى مفيد افاده كامله لنا، لانه برضه زي ما بنقول ايه، يعني ادي العيش لخبازه، يعني كل واحد فينا بيبقى له شغل معين. ممدوح بالنسبه لحته الاقامه والاعاشه والانتقالات فاهمها كويس جدا، فاهمها كويس بمعنى كويس، وده شغله الاساسي. طب يعني زي ما بيقولوا كده، اختيار الاشخاص هو اكثر حاجه ربنا بيوفق فيها. انا معايا منظومه متكامله، احدهم يعني انا بعتبره جندي مجهود، لان مش كل الناس عارفه، لان هو فعلا ريليتد للفنادق. بس يعني يكفي ان تعرفي حضرتك احنا تقريبا الاجانب في حدود من 1600 ل 1800، واللجنه المنظمه اللي قاعدين جوه غير السيرفيس الناس بتعمله في الفنادق تقريبا في حدود 2500 شخص. ممدوح مسيطر على المجموعه دي كلها بصرف النظر بقى كام الف. كتير طبعا، عدد كبير. هو بيقول لحضرتك ده كتير؟ لا هو بالنسبه له عدد. لا 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 يا فندم، والله حضرتك ده كتير يا فندم يا حسين بيه. يعني انت حضرتك اكتر مني بتتعب، ده انا قاعد اساسا اقضي وقت مع الناس، بس الحمد لله عشان الناس كلها معانا تيم كويس قوي وعامل شغل كويس قوي، فده كتير يا ريس. لا والله يعني انا بتكلم من قلبي، وده بجد حضرتك استاذ ممدوح، وبقولها لك كده علني. لا انت اكتشاف بالنسبه لي اكتشاف. نرجع بقى للبطوله. النهارده ربنا كرمنا والفرقه عدت لدور الثمانيه بصرف النظر عن النتيجه، سواء كنا فزنا او تعادلنا الاثنين سيان، لان احنا كنا هنبقى مركز ثاني بدات السويد كسبت روسيا. بالتالي ان شاء الله الدولات كلهم دلوقتي يعني كان لسه بقى البطوله بتاعتنا تبتدي من الماتش القادم ان شاء الله. دافنتلي ان فريق الدنمارك ده بطل عالم وفرقه قويه جدا، سواء حراس مرمى على اعلى مستوى، احسن اثنين حراس مرمى في العالم، عندهم ونجات كويسه جدا، عندهم باكات كويسه جدا، بيدافعوا كويس وبيهاجموا كويس. اصعب من سلوفينيا كابتن حسين؟ افندم اصعب من سلوفينيا اللي احنا واجهناها النهارده؟ لا هم اصعب فرقه في العالم. اصعب فرقه في العالم، بطله العالم. لكن كمان حضرتك اكيد عارف، وانت حضرتك كابتن كبير، لما بيكون بتلعب بطل العالم بيبقى فيه طموحات كبيره جدا، بيبقى الضغوط مرفوعه شويه عن اللعيبه بقدر كبير جدا. شفنا الضغوطات دي موجوده في الشوط الاولاني لما تقابل بطل العالم الدنمارك في مباراه، اعتقد ان شاء الله جزء كبير من الاصرار والروح العاليه ممكن يعوض فرق الفنيات. يعني
وزي ما انت عارف برضه يا كابتن هاني النهارده كان الدي اوف بتاع المنتخب بتاعنا. فان شاء الله الماتش الجاي هيكون نازلين ريلاكس زي ما انت بتقول فعلا، وان شاء الله يعملوا جود جيم زي ما بتقول بالظبط. المهم ان احنا نعمل ماتش كويس جدا، والنتيجه دي في الاخر هتبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انما فعلا انا متوقع ان ان شاء الله فرقتنا هتعمل مباراه جيده جدا جدا، تليق بالمجهود بتاعهم كلهم وبمجهود الاتحاد برضو. يعني انا عايز اذكر هي اللجنه دي مبسطه من الاتحاد المصري لكره اليد، جميع الزملاء في مجلس اداره الاتحاد بجد كلهم يعني يكفوا ان هم سايبين للجنه المنظمه المساحه الكامله ان احنا نتصرف، وكلهم اخواتنا وكلهم بيحاولوا يلبوا اي حاجه. هو زي ما ممدوح قايل انا بتفرج عليكم فعلا، هي عيلة وعيلة الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها يعني عيلة ناجحة، وكرة اليد طول عمرها يعني عيلة ناجحة، كلنا بنشتغل بس الحاجة اللي احنا بنحتاجها بنحب اللعبة بتاعتنا، كلنا بنضحي عشان اللعبة بتاعتنا. صحيح نشكرك. صحيح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على المجهود اللي بتقوم بيه طبعا اللجنه المنظمه للبطوله دي، بشكل الحقيقه يعني لافت للنظر زي ما احنا قلنا. شكرا ليك يا كابتن حسين، كابتن حسين لبيب مدير بطوله مونديال كاس العالم لكره اليد.